أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في البورصة العقارية، نستهلها بالأخبار. أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف بنسبة 21% إلى 152 مليار و500 مليون ريال خلال العام 2021 مقارنة بعام 2020، وتراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 12 مليار و600 مليون ريال خلال شهر ديسمبر 2021 بانخفاض قدره 29% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، ومقارنة بشهر نوفمبر 2021 ارتفعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 829 مليون ريال. أصدرت وزارة التجارة 45 رخصة لتصدير الإسمنت والحديد خلال العام الماضي، وأوضحت الوزارة أن عدد رخص الحديد الصادرة بلغ 26 رخصة، فيما بلغ عدد رخص الإسمنت 19 رخصة، وأضافت أنها أصدرت 254 رخصة منذ بدء السماح بالتصدير، منها 150 رخصة للحديد و104 رخص للإسمنت. وبيّنت الوزارة أن إصدار التراخيص يأتي بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقاً للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار والمالية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة. كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 235 رخصة تعدينية خلال شهر ديسمبر الماضي 2021، تصدرتها رخص مواد البناء ب 1267 رخصة، ثم رخص الكشف ب 633 رخصة، كما استحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع ب 414 رخصة. يشارك في منتدى مستقبل العقار الذي ينعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 من فبراير الجاري بالرياض عدد من كبار المسؤولين، وتشهد جلسات المنتدى مشاركة 4 وزراء والعديد من محافظي الهيئات الحكومية وهيئات تطوير المدن، إضافة إلى مشاركة شخصيات نافذة في هيئات ومنظمات إقليمية ودولية وجهات أخرى ذات علاقة بالقطاع العقاري من داخل وخارج المملكة. من خلال المؤشر العقاري لوزارة العدل نرصد لكم الحركة العقارية في أحد أحياء مدينة الرياض خلال الربع الرابع من عام 2021، وهو حي الملقا، حيث سجل الحي 126 صفقة عقارية في الأراضي السكنية بمتوسط سعر العقار تجاوز 6,608,000 ريال، بمتوسط سعر المتر المربع 6,742 ريال. وبالمقارنة بالعام 2020 في نفس الربع سجل الحي 218 صفقة عقارية في الأراضي السكنية، كان متوسط سعر العقار تجاوز 3,540,000 ريال، بمتوسط سعر المتر المربع 3,992 ريال. نهاية حلقتنا اليوم، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.